خذ هذا القرار؟ عندنا تقريبا واحد 36 ناشط اللي هما المشرفين على الطباعة وتوزيع نتاع الكتب المدرسية، تقدموا بطلب للوزارة في يناير الماضي من أجل رفع من سومة الكتب المدرسية باش يدخلوا في المصاريف ديالهم، أنا آخر باش ما تكونش خسارات بالنسبة لهم إلى طبعوا وباعوا بالأثمنة اللي كانت محددة من سنة 2000 و2002. معناها أثمنة الكتب المدرسية لم يقع عليها تغيير مدة 20 سنة. بطبيعة الحال الكل تعرف بأنه الكتب المدرسية المقررة هي مواد أو سلع، ماشي بحال كافة السلع اللي كتخضع للمنطق نتاع السوق العرض والطلب، فهي سلعة خاصة اللي الثمن تاعها مقنن، تدخل في واحد اللائحة نتاع 21 مادة تقريبا، اللي التغيير نتاع الأسعار نتاعها يكون بموافقة الحكومة والخناقة الجنة بين الوزارية اللي كتحدد الأثمنة، بحال كيف كتحدد ثمن البوطة والثمن تاع الدقيق والثمن تاع الزيت، نفس الشيء بالنسبة للكتب المدرسية المقررة. نعم. إذن هذا الموضوع تعرض على هذه اللجنة اللي كيطقسها السيد مدير الأسعار والمنافسة في وزارة الاقتصاد والمالية، واللي كتضم واحد العدد نتاع الوزارات منها التجارة والصناعة والوزارة المعنية والداخلية أيضا، بالإضافة للقطاع المعني تتدعى باش يتسمع الرأي نتاعو. وهذه اللجنة استدعت ناشرين وجاو داروا مرافعة بطبيعة الحال بوثائق اللي كاتبين بأنه الاقتناء نتاعهم نتاع الورقة على الصعيد الدولي بالفواتير ديالو اللي أكدتها القطاعات الحكومية المعنية بهذا الأمر، بأنه بالفعل هذه الزيادة كاينة وضروري يتلقى حل باش الكتب المدرسية تكون متوفرة.